الله أكبر. بتدريبات الصباح وبعزيمة تظهر جلية على وجوههم يبتدئ الثوار يومهم. الله أكبر. عيسى بن مريم كتيبة تابعة للجيش الحر في الريف الشرقي لدمشق، شاركت في عمليات عديدة ضد حواجز وكتائب النظام، فكانت سباقة في ضرباتها الموجعة حتى وصفت بأشرس كتائب الريف الشرقي، ليكون لها شرف اغتنام أولى مضادات الدفاع الجوي 23 ميمطة. واحد، اثنين. هذه الشراسة لم تأتي من فراغ كما يصف قادة الكتيبة، فلمجاراة جيش النظام بطيرانه ودباباته واقتحاماته فلا بد من خلق عناصر تتمتع بسرعة ولياقة بدنية وقتالية وخبرة عسكرية في استعمال السلاح، يتم توجيهها لاحقا بشكل محكم ومدروس لضرب كتائب وسرايا النظام. إلا أن اللياقة البدنية دون وضع مقاتلي الجيش الحر في جو المعركة لن يكون كافيا، فيعمد قادة الكتيبة لعمل تدريبات بالذاخرة الحية تجاري بخطورتها إلى حد كبير أجواء معركة حقيقية كما في هذه الصور، فيتكون لدى عناصر الجيش الحر بمنتسبيهم الجدد أو حتى المنشقين سابقا معرفة متقدمة بكيفية التعامل مع جيش النظام في حرب شوارع أو في تحرير كتائب تكون نتائجها غير قابلة للخطأ، كما في هذه الكتيبة المحررة والتي تجري فيها عمليات التدريب كانت سابقا لجيش النظام. وهنا مقر كان سابقا لقوات النظام، ونقوم الآن باستخدامه كمناطق لتدريب الشباب لتأهيلهم لخوض المعارك ضد هذا النظام الظالم. بعد اجتياز كافة التدريبات القتالية المقررة يستعد الثوار لأداء قسم هو أقرب لبذل الروح في سبيل إيمان وكرامة منه إلى كلمات، لتكون دفعة مقاتلة جديدة لثوار بل شهداء أحياء، من تخريج كتيبة عيسى بن مريم. أقسم بالله العظيم أن نكون جدا أوفياء، أن نكون جدا أوفياء لثورة أمتنا العظيمة، لثورة أمتنا العظيمة وحماية المدنيين، وحماية المدنيين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله.